هذا رجل عمره 60 سنة محال إلى التقاعد، وهو غني وأبو أولاد، ولم يقضي فرضه بالحج حتى الآن، وهو بين جماعة ومع المسلمين. الواجب عليه يتقي الله وأن يبادر بالحج، هذا الواجب. ترك الحج مع قدرة معصية عظيمة. الواجب على المسلم أن يبادر بالحج إذا استطاع، مرة في العمر، الحج مرة في العمر. ويجب على أقاربه وإخوانه أن ينصحوه وأن يحرضوا على المبادرة. نسأل الله لنا وله الهداية.